هلو، غرزة جديدة وسهلة جدا، وفي الوقت نفسه مزيج ما بين غرز أخدناها من قبل، بس النتيجة والشكل غرزة جديدة تماما. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة تونسي جديدة تماما، اسمها غرزة البامبو. الغرزة دي حلوة قوي، ولكن مشكلتها ان انتي لازم تجربي الاول في حاجات صغيرة زي كده على اساس تعرفي الخيط بتاعك هيليق في الغرزة او لا. يلا بينا نبدأ. هستخدم معاكم الخيط ده، طبعا انا جربتها في الخيوط اللي انتوا شايفينها دي، ده خيط هيمالايا افريدي سوبر لوكس، اوكي، النوع الفضي، وده برضو خيط هيمالايا ولكن النوع الذهبي، تمام. وفي الحالتين هي مش احلى حاجة فيهم، عشان لو حبيتوا تستخدموها يعني يفضل ان تستخدموا الوان حيادية زي الوان البيجات، الالوان الاورنج الداكن، الوان الزيتي اللي هي السميكة دي، بتليق اوي في الخيط السميك عن الخيط الرفيع، وهنشوف دلوقتي الفرق وهنفهم كل حاجة. بس فعليا يعني مبدئيا كده هي في الستاندر مش احسن حاجة. اول حاجة عايزاكم تشوفوها هو شكل الغرزة. شكل الغرزة زي ما انتم شايفين كيوت، ولكن مش باين قوي بالنسبة للالوان دي او الالوان دي، تمام. لذلك بقول لكم الاول جربوا في حاجة صغيرة، لان هي مش هتبقى احلى حاجة لو استخدمنا اللون الغلط او الماتيريال الغلط، اوكي. هستخدم معاكم خيط معاد، وعشان بس تفهموا انه الموضوع لا هو ستاندر ولا هو ستوك، المسألة كلها اللون والسمك بتاع الخيط. اول حاجة هنعملها مع بعض هي السلاسل البداية. سلاسل البداية دي مفروض تكون كام؟ اولا هي ماشية على اعداد فردية، ولكن احنا هنعمل عدد زوجي. يعني ايه اللخبطة دي؟ ببساطة جديدة، غرزتنا كلها ماشية على ثلاثة، ماشي، ثلاث سلاسل كده او ثلاث غرز، ولكن لازم في النهاية ننهي الاطراف بحيث ان هي تكون شكلها حلو، وهتفهموا دلوقتي ليه. طبعا معاكم 14 غرزة، بس كتجربة عملت معاكم 14 غرزة، هاخد كل الغرز دي على الابرة. طبعا من ظهر السلاسل، ظهر السلسلة بيساعدني ان انا لما اشتغل كوفية، كارديجان، بلوفر، حتى ايس كاب او بطانية، تكون شكل الاطراف بتاعة البداية منظمة وحلوة بالشكل ده كده. بصوا بتعمل الغرزة ازاي، ظهر السلسلة اهو، بتبان قوي ظهر السلسلة لما اجي اقلبها، بيكون ليها طرفين كده، لكن دي بتكون لوحدها كده عاملة زي الصدفة بارزة كده لفوق. طبعا دي المرحلة اللي بتأكد فيها، فاهو واحدة واحدة، تمام. مفروض بقى يكونوا تلاتات، ادي تلاتة 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 تلاتة، عددي مظبوط. مع العلم ان الغرزة بتاعتي ماشية على اعداد فردية، ولكن لازم تكون النهاية كده كتوتال غرز يكون عدد زوجي. ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض، وده كان صف البداية في الكروشيه التونسي، بنستخدمه في كل غرز الكروشيه التونسي او اغلبها، عشان غرز اللاسي احيانا مش بنقفل الصف كده، بنبتدي على طول غرزتنا بالشكل ده كده، نسحب كل اتنين مع بعض. المرحلة دي بقى هتبتدي الغرزة بتاعتنا، وزي ما قلت لكم ان هي ميكس كده ما بين غرز النسيج والغرزة العدلة، وهتعرفوا دلوقتي ليه. اول حاجة اعملها لفة على الابرة لقدام، طبعا انتوا شفتوا الكلام ده في غرزة النسيج. بعدين هدخل في ثلاث غرز، وهدخل بطريقة الغرزة العدلة، هعمل غرزة عدلة فعليا اهو، شايفين طرف السلسلة، ادخل في الفراغ اسحب كده، انا دخلت في نص السلسلة فعليا وعملت غرزة عدلة، اعمل ثلاث غرز. طبعا مش هكمل الصف قبل ما اروح على الغرزة اللي لفتها على الابرة بالطريقة دي، نزلتها وقفلت بيها الثلاث غرز اللي انا عملتهم. كل مرة هعمل نفس الطريقة، لف على الابرة لقدام. خدي بالك ان انت تاخدي غرزة انت اخدتيها من قبل، دي واحد اتنين تلاتة، الغرزة اللي لفتها اهي، شايفين الطريقة، انزلها لف على الابرة، ادي واحد
اتنين تلاتة. اوكي، الغرزة اللي لفيناها على الابرة بالطريقة دي كده، وبخطاف السلسلة بسحب التلات غرز كده وانزلها. طبعا مفيش طريقة بسيطة عن كده. اخر حاجة هاخد السلسلة وهاخد كده الجانب بالطريقة دي، الاتنين كده لوب مع بعض، او الاتنين غرزة اهم. تمام، اسحب، وزي ما انتوا شايفين الغرزة بقت شكلها عامل ازاي. بس السبب انه الخيط اللي انتوا شايفينه بالعرض ده هو خيط اللفة على الابرة، ارتفع سلسلة، وده موجود في كل غرز الكروشيه التونسي ارتفاع السلسلة ده، من غيره الغرزة يبقى فيها ميل. بسحب كل اتنين مع بعض وباخد بالي عشان ما اسحبش غرزتين كأنهم غرزة واحدة. بصوا لما بلاقي الفارق كده، طبعا بيكون ما بين تلاتة وتلاتة على طول، تلاتة اللوب الاولاني واللوب التاني، فباخد كده احاول ان انا اكون مضيقة ايديا. طبعا برضه هيكون في فراغ، ده طبيعي. لو ملاحظين بقى دلوقتي الغرزة بتاعتي بدأت تبرز جدا، وهو ده على فكرة الغرزة، بس في تركاية في الصف الجاي. شايفين بقى الفراغات دي؟ الصف الجاي هتختفي الفراغات وكأنها غرزة مقفلة. ازاي بالغرزة؟ بالغرزة العدلة. كل غرزة بدخل فيها، لو ملاحظين ما عملتش المرة دي لف على الإبرة، وده مقصود لانه من المفروض ان انا اعمل الطريقة دي في صف، الصف اللي بعده اشتغل عادي بالشكل ده كده اهو. ملاحظين كأن مفيش هنا فراغات، كل غرزة بشوفها كده بدخل فيها. شايفين الغرزة اهي، طرف اهو السلسلة من ورا مفيش اي حاجة. تمام، طرف السلسلة اهو متغطي على الفراغ على طول، واسحب. طبعا ما باجي اخد ما بين سلسلة والتانية، الفراغ الضخم قوي اللي انتوا شايفينه ده اختفي كأنه مش موجود. السلسلة كلها كده من الجانب، اسحب، لازم ارتفع سلسلة، وبسحب كل اتنين مع بعض. ترى زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي. تعالوا نشتغل مع بعض اخر صف. لف على الابرة لقدام، وده شبهها بغرزة النسيج اللي انا قلت لكم عليها. ادخل واعمل غرزة عدلة، اللفة اللي لفتها في الأول امسكها كده في صباعي بالشكل ده كده بتنزل. مرة كمان لفة على الإبرة. اوكي، فكده الغرزة العدلة اهي، بدخل كده على الفراغ واسحب. اللفة اهي بيكونوا تلاتة كده مضمومين زي ما انتوا شايفين. اللفة اللي هي على الابرة دي باخدها بروح منزلاها كده زي اخر حاجة، بروح على السلسلة من الجانب. ممكن اخد طرف واحد، ولكن بفضل اخد الطرفين عشان الاطراف تكون شكلها نظيف. اسحب، ارتفاع السلسلة ده شيء اكيد ولازم. طبعا كل كوليكت كده تلاتة، طبعا الغرز بتكون خلاص بقى مضمومة زي ما انتوا شايفين كده. كل مرة بسحب واطلع من غرزة وبراحة خالص، لو حاسة ان الموضوع الغرز ملعبك معاكي فبالراحة خالص كده هتحصلي على الغرز المطلوبة اهو. علشان الغرز معايا تبرز والفراغات دي بتروح، لازم اشتغل صف كده غرزة عدلة بدون اي تفاصيل ولا لفات على الابرة. يعني مش هعمل شكل الغرز الاساسي، ولكنه يعتبر زي صف ارتفاع بياخد كل العيوب اللي عملتها من شوية. تمام، كضم غرز والفراغات اللي انتوا شايفينها دي، وبيقفلها لي. طبعا لازم نفهم هو ايه اللي بيحصل والغرزة دي بتمشي ازاي، والا يبقى مجرد بس عدد واقولك امشي ورايا وخلاص خلاص كده، يبقى انت ما فهمتيش حاجة. لازم نتعلم على الاساس واصول اهو. الفراغ اهو، اول ما ادخل واسحب شايفين الفراغ بيتقفل، وقت ما كمان اسحب الغرز اللي من بعدها اهو
يعني دي غرزة عدلة أو متماسكة، فمن اسمها بتخلي كل حاجة جنبها كده مقفلة، شايفة؟ وقت كمان أنا كده ارتفعت سلسلة، وقلنا إنه أكيد أسحب كل اتنين مع بعض، فهتلاقوا الفراغ الموجود ده اتبخر كأنه مش موجود. ولو ملاحظين إن الرول في الغرزة دي تقريبا شبه معدوم، لو حاسين إن الرول هو مشكلة حياتكم فابتدوا بغرزة مقلوبة كذا صف، وبعدين ابتدوا الغرزة بتاعتكم، أو ابتدوا بغرزة بسيطة وهتلاقوا الرول ده شبه إن هو مش موجود خالص. ولكن انا بصراحة مش بحب اعمله، لان الغرز اللي بتكلم عنها دي غرز يعني غرز تانية، فبتديني شكل كده في الحافة ملوش اي علاقة بالغرزة الاساسية نفسها، وانا مش بحب الحركة دي. كما ان احنا لو بنعمل بلوفر او كارديجان احنا بنستخدم البليسيه، فمش محتاجين نعمل الصف السنيد ده غير لو احنا بنعمل كوفية او بنعمل كوسترات او اي حاجة تكون كده حرة. زي ما انتم شايفين الغرزة بتاعتي، والغرزة برزت جدا فعليا، افضل بكتير من الخيوط التانية. ولكن الخيوط التانية ليها برضو ايه رونقها كده، بتشوفوا الشكل كأنه شكل غير مختلف تماما، بيبرز اكتر. يعني لو استخدمتي خيوط رفيعة يبقى استخدمي ابرة تكون حجمها صغير. انا عارفة ان الغرزة العادلة بتضم، ولكن حركة اللف على الابرة بتفتح معاكي الغرزة كل مرة، فيفضل ان انت تستخدمي ابرة متوسطة السمك لو هتعملي بخيط الهيمالايا او الخيط اللي هو التاني ذهبي النوع ده، فاستخدمي ابرة تكون متوسطة من ابرة رقم 5 او 6، لكن ما تكبريش وتوصلي لابرة رقم 7 الا لو انت عايزة حاجة رخوة والشكل عشوائي زي ما انت شايفة كده، ويكون منقوش من على بعد كده باين. فالخيوط الرفيعة ليها رونقها في الشكل، الخيوط السميكة ليها شكلها. وزي ما انتم شايفين الغرزة بتاعتي برزت جدا في الخيوط السميكة، وده شكلها في غرزة البطانية زي ما انتم شايفين تحفة. غرزة البامبو او الخيزران زي ما انتم شايفين شكلها حتى في الغوامق بيكون بارز وحلو، ولكن يفضل ان انت دايما تشتغليها بألوان مختلفة، هتظهر تبرز مع اختلاف الألوان، والفتل اللي بتكون بالعرض دي هتكون مميزة جدا. تصلح تتعمل في بلوفر، تصلح تتعمل في كارديجان، تصلح تتعمل غرزة منقوشة مع الغرزة العدلة، تصلح كمان تكون بطانية زي وحدتنا النهاردة. وبكده نكون خلصنا النهاردة. لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا والتيك توك لو حابين. اشوفكم ان شاء الله في غرزة جديدة بكرة، ورمضان كريم. مع السلامة. Bye.